الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة. قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن اليوم أسماء مرشحيها لمجلس السيادة. وكوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين جديدين باتجاه بحر اليابان. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة والتوسع في هذا الاتجاه. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان أنها ستعلن اليوم الجمعة عن أسماء مرشحيها لمجلس السيادة. وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم قالت قوى التغيير أن ترشيحاتها لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام سلمت إلى المجلس العسكري الانتقالي، موضحة أن الحكومة المقبلة هي من ستتفاوض مع كل حملة السلاح بلا استثناء بغرض الوصول إلى اتفاق سلام عادل في البلاد. أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين 147 العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة إيطالية. في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه تلقى موافقة من دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ لاستقبال المهاجرين، مشيرا إلى أن دول أوروبا تحاول تقديم الدعم على عكس ما يروج سالفيني على حد قوله. قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما بعد قبالة ساحلها الشرقي في بحر اليابان في الساعات الأولى من صباح اليوم. من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أن الصاروخين لم يؤثرا على بلاده. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ للتحدث مع المحتجين في هونغ كونغ معربا عن أملية في حل المشكلة سريعا. تحدث ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو هامبشاير معربا عن اعتقاده بأن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المحادثات حول هذا الأمر تجري بشكل إيجابي، كما أكد أن بلاده تعقد محادثات تجارية. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.